الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وفي رواية لمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا في ساقه المصنف رحمه الله في مسائل الطهارة، في مسائل الطهارة. ومعلوم طبعا أن الطهارة هي من شروط الصلاة، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد استكمال الطهارة حسب القدرة. والمطلوب إذا كان المحدث حدثا أصغر فإن المطلوب هو الوضوء، وإذا كان الحدث أكبر فإن المطلوب هو الغسل، سواء كان جنابة أو حيضا أو نفاسا، فالحدث حدثان أكبر أو أصغر. الأكبر هو موجبه الغسل، والأصغر هو الوضوء. والوضوء طبعا والوضوء والغسل لا يكون إلا بالماء، لا يكون إلا بالماء، ولا يقوم غيره مقامه إلا التيمم عند عدم الماء، وإلا لا يتوضأ ويغتسل بغير الماء من السوائل كالعصيرات أو الأنواع. لا 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 يرتفع الحدث إلا بغسله بالماء. وكما قلنا في الجلسة الماضية، الحدث هو أمر شرعي غير النجس. النجاسات معروفة، المستقدرات معروفة، وما حكم الشرع بنجاسته كالدم مثلا وكالبول والغائط، فهذه نجس. أو حتى الأعيان كالكلب والخنزير، هذه أعيانها نجسة. فالنجاسة أيضا حكم شرعي، لكنها كما يقال محسوسة، بينما الأحداث لا، الحدث معنى أو وصف حكمي كما يعبر الفقهاء. إما أن يقوم معنى قائم بالبدن أو وصف حكمي يتعلق بالبدن، وهو أيضا أمر شرعي، بمعنى الشارع هو الذي قال: إذا أحدثتم فتوضأوا، أو إذا أحدثتم حد أكبر فاغتسلوا. والحدث الذي يقدره الشارع، فهو الذي قال إن خروج البول ينقض الوضوء، وهو الذي قال إن خروج الريح ينقض الوضوء، وهو الذي قال إن خروج الدم ينقض الوضوء مثلا، أو قال إن الحيض ينقض الوضوء أو النفاس ينقض الوضوء إلى آخره. فهذه أمور الشارع هو الذي قدرها، وليس تسمى أحداث. بينما النجس هي الأعيان نجسة، والغالب النجسة تكون الأعيان طبعا محسوسات، وتزال النجاسة وسوف يأتي الكلام على إزالة النجاسة إن شاء الله. وهنا الماء، والماء يعني عرفه الفقهاء، طيب جميل يعني، وعرفه اللغويون
قالوا هو جوهر بسيط سيال بطبعه، جوهر بسيط سيال بطبعه. فقالوا بسيط ليخرج العناصر يعني المركبات، لأن الذي يقابل البسيط هو مركب، الذي يقابل البسيط هو المركب، فهو عندهم الماء ليس مركبا يعني، وإن كان طبعا كيميائيا يقول مركب من الأكسجين والهيدروجين إلى آخره، لكن لا هو بالنسبة للمواد الأخرى كالتراب وكغيره يعتبر بسيط، بين غيره يعتبر عنصر بمعنى مركب، فهم قالوا بسيط يقابل العنصر، سيال حتى يخرج الكثيف كالتراب والأشياء التي لا تسيل، وبطبعه بمعنى يخرج المائعات الأخرى كالعصيرات فهذا هو تعريفهم للماء. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. طبعا لا شك طبعا أن ديننا دين النظافة ودين الكمال، ويريد من أتباعه أن يكونوا على أحسن هيئة في ملبسهم وفي مأكلهم وفي أبدانهم وفي أحوالهم وفي أخلاقهم. الإسلام دين آخرة ودين الدنيا، وهو للدنيا والآخرة، ويرتب حياة المسلم في دنياه، وأيضا يدله على أمور آخرته، ولا سيما ما يتعلق بالنظافة ويتعلق بالطهارة ويتعلق بالأخلاق العالية ويتعلق بحسن التعامل مع كل أشياء، حتى مع البيئة كما يقال، مع الأشجار ومع الحيوانات ومع كل المسلم الحق والمسلم الملتزم هو الذي يعني يكون تعامله مع كل مخلوقات الله، وليس مع إخوانه من المسلمين أو من البشر، وإنما حتى مع الحيوان وحتى مع الجماد، لا يفسد ولا يسرف ولا يؤذي ولا يخرب، وإنما هو مصلح. والله الله عز وجل خلق الإنسان ليصلح، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم عمارتها، استعمر يعني طلب العمارة، لأن الألف والسين والتاء هذه تأتي لعدة معاني، منها أنها تأتي للطلب، استعمر يعني طلب العمارة، استغفر طلب المغفرة، استهدى طلب الهداية، استقام طلب أن يكون على أمر قويم. وقد تأتي زائدة، وقد تكون استقامة زائدة، لأن السين هنا زائدة مثل استباحة معنى قامة، وتأتي بمعنى التحويل والصيرورة مثل استحجر لأن صار حجرا، لكن هنا طلب، استعمركم يعني طلب منكم عمارتها. ولهذا في الحديث القدسي: استهدوني أهدكم، يعني أطلبوا مني الهداية، استهدوني أطلبوا مني الهداية أهدكم. فالمسلم الإنسان عموما والمسلم على الخصوص مطلوب، والمسلم مطلوب منه أن يعمر هذه الأرض، ولا يعمرها إلا بالحق، ولا يعمرها إلا بالعدل، ولا يعمرها إلا بالرحمة، ولا يعمرها إلا بالرفق. لا يمكن أن العنف يعمر، ولا الظلم، ولا التجاوز، إنما العدل والرحمة والرفق هذه هي وسائل الإعمار. منها هنا الماء خلق الله عز وجل وجعله هو إكسير الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وعجيب الماء يعني فيه تقريبا
يمكن أمور ثلاثة أو أربعة، هذه جعلها الله عز وجل للناس جميعا، والماء والهواء هذه لا للناس كلهم، وتقوم بالحياة. هنا قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فشك أن هذا قدارة، وهذا يعني في قلة أدب، وأكد على الماء الدائم، قال لا يبولن، هنا نهي، اللام ناهية هنا، والفعل المضارع هنا مجزوم بمعنى مبني على أو مجزوم محلا، لأن اللام مفتوحة بالاتصالها بنون التوكيد الثقيلة، لا يبول، ولا المفروض لا يبول، المفروض تقول لا يبول، لو كان من غير نون التوكيد لكن لا يبول، حدث حرف العلة، لكن لما اتصل بنون التوكيد الثقيلة صار لا يبولن، فتحت اللام لا يبولن، وصار مجزوم على المحل، مجزوم على المحل، لأن لا ناهية، لا يبولن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى، والأصل في النهي أنه التحريم، بمعنى لا يجوز، ويحرم على الإنسان أن يبول في الماء الدائم. الماء الدائم هو الماء الراكد، الدائم هو الراكد، مثل مياه الغدران، مياه الخزانات، مياه البرك، هذه كلها راكدة مع دائمة، مع لا يجري. الدائم هو يقابل الذي يجري الساكن يعني. وإن كان الدائم قال اللغويون إنه من أسماء الأضداد، من أسماء الأضداد، يعني يطلق على الساكن ويطلق على المتحرك، لفظ دائم يطلق على الساكن وعلى المتحرك، ولهذا يقولون في رأسه دوام، يعني دوار. فالدائم تطلق على من أسماء الأضداد، لكن هنا مراد به الراكد، لأنه قال بعدها الذي لا يجري. فإذا قلنا إن الدائم يعني هنا تفيد المتحرك، فقال الذي لا يجري يكون وصف تقييد، وإذا قلنا لا إن الدائم هو الساكن يكون هنا تأكيد، يكون هنا تأكيد، الذي لا الدائم الذي لا يجري، بمعنى كما قلنا مياه البرك، مياه الخزانات، مياه في الأواني، فالماء الذي لا يجوز البول فيه ما لم يكن كثيرا جدا مستبحر، يعني مياه البحار ما تجري لكن كبيرة جدا البول فيها بالإجماع ليس داخلا، ماء البحر دا بإجماع المسلمين وبإجماع أهل العلم أنه غير داخل، إن المراد الراكد في المحدد، ولو كان كثيرا يعني كما قلنا المياه تتجمع في السيول كبيرة لا يجوز البول فيها، ما لم كما عبر الفقهاء ما لم يكن مستبحرا، يعني كبير جدا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فلا يجوز الإنسان أن يبول. الذي لا يجري ثم يغتسل منه، طبعا ثم يغتسل منه ليست قيدا، يعني أنه كأنه إن لم يغتسل فلا مانع، لا، يعني قد يفهم منها أنه لا يبولن ثم يغتسل، أما إذا كان لا يغتسل لا مانع أن يبول، لا لم يقل به أحد، إنما هذا بمعنى أنه كيف تبول فيه وأنت تغتسل منه، كما قال النبي في المرأة الزوجة لا يضرب أحدكم زوجته ثم يأتي من الليل ويعاشروها، ليس معناها لأن بمعنى أنه يعني هذا 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 نوع من 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 من, من قد يكون من حمق وعدم إدراك كيف تبول ثم تغتسل منه أو تضرب زوجتك ثم تعاشروها، هذا ما هذا من 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 يدل على قلة الإدراك وقلة الحكمة، ولهذا ثم يغتسل في المضارع مجزوم مرفوع، في رواية ثم يغتسل معطوف على المجزوم على لا يبولن، لكن المشهورة هي ثم يغتسل أو ضبط بالإسكان لك صحيح بالرفع، لأنه تدل على الدوام يغتسل منه، طبعا يغتسل هنا بمعنى يغتسل سواء يتوضأ أو يغتسل، ليس مراد الاغتسال فقط وأن الوضوء لا معنى، لا
هذا وهذا كله. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مع أنه لا يجوز الإنسان أن يبول في المياه الراكدة، وإن كان لا يتنجس، إذا كان الماء كثير ما يتنجس، حتى وإن لم يتنجس هو صح. الفقهاء قالوا إذا كان أقل من قلتين ينجس، أو إذا تغير لونه وطعمه وريحه ينجس بنجس، طبعا إذا تغير طعمه وريحه بنجس فإنه ينجس، أو إذا كان قليلا أقل من قلتين على ما عليه الإمام أحمد الشافعي، إذا كان أقل من قلتين وإن لم يتغير لونه وطعمه فإنه ينجس. الحديث إذا بلغ المنقلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان قلتين فأقل أنه يحمل خبث. فالمقصود أنه وإن لم ينجس ولو كان موقع الخزان مليان ماء في 4 طن 5 طن من المياه فلا يجوز البول فيه، وإن كان لا ينجس ما لم يتغير طعمه وريحه ولونه بالنجس، أما إذا تغير فإنه ينجس. إذا تغير كما لو سقط فيه حيوان هر، ولا سقط فيه فار، ولا سقط فيه عصفور ثم تغير رائحته بالنجاسة ينجس، أما إذا لم يتغير فإنه يلقى على الحيوان الميت ويتوضأ به ويغتسل به، لأنه لم يتغير طعمه ولا ريحه ولا لونه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، في بعض الروايات ثم يغتسل فيه، في الأولى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وفي رواية ثم يغتسل منه. طبعا كل رواية لها معنى، كل رواية لها معنى. ثم اغتسل منه بمعنى أنه يتناول يأخذ منه، يغتسل فيه يعني يلغمس فيه، وكل هذا ممنوع. يغتسل فيه يعني يلغمس فيه كما يقول يسبح فيه، يغتسل منه يعني يأخذ منه يتناول يغرف منه. وفي رواية لا يغتسل أحدكم، لا يغتسل أيضا نهي، لا يغتسل لا ناهية، فمضارع مجزوم بلا الناهية، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. هذه رواية أخرى، الأول لا يبول وهنا لا يغتسل، يعني إذا كان عليك جنابة لا تغتسل فيه، إنما تأخذ منه سواء بيدك أو بالمغراف أو بإناء ثم تغتسل. أما أن تنغمس فيه وأنت على جنابه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكنه كما قلنا إذا كان كثيرا فإنه لا يسلبه الطهورية، وإن كان قليلا فقد يسلبه. ولهذا أيضا فيه دليل هذا على من قال إن 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 إن, إن, إن الماء المستعمل سلب طهوريته، يسلبه الطهورية، وهذا من أدلتهم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، فكأنه إذا اغتسل به فإنه يسلبه الطهورية ويبقى طاهرا غير طهور. هذا على القول بتقسيم الماء إلى 3 أقسام، طاهر وطهور ونجس، وبعضهم يضيف رابعا وهو المشكوك فيه. الحديث 6 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. أيضا هذا في مسائل الطهارة، حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ولمسلمين أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن المغفل إذا ولغ الكلب في إناء،
طبعا هو شرب الكلب ولوغ، شرب الكلب ولوغ، لأن الولوغ ولغ بمعنى حرك لسانه. الولغ إذا بعض الحيوانات، بعض السباع، الكلاب والقطط والذئاب والنمور، إذا شربت تشرب بتحريك لسانها، تحرك لسانها في الماء وتشرب، لكنها لا تعب عبا كالخيول والحمير، هذه تعب الماء عب، والبقر تعبه عبا، والجمال والبغال، لكن السباع أكثرها إذا شربت فإنها تحرك لسانها، تحرك لسانها. هذا هو الولوغ، هذا هو الولوغ، هو تحريك اللسان عند الشرب. فإذا شرب هي بمعنى إذا ولغ، لأن شرب الكلب يكون بالولوغ، شرب الكلب يكون بالولوغ. إذا شرب الكلب، الكلب معروف هو الحيوان المعروف، الكلب هو الحيوان المعروف، و قد يطلق على غير الكلب الحيوان المعروف، قد يطلق على الذئب كلب، ويطلق على الأسد كلب. ولهذا قال حينما دعا الرسول على أبي لهب: اللهم صل على كلبا من كلابك، فأكله الأسد. أبو لهب معلوم أنه أكله الأسد، ومعنى قال كلب من كلابك، فقد يطلق عليه السباع كلاب، لكن المقصود لا، هو الكلب الحيوان المعروف. ولهذا غيره لا يشاركه في الحكم إلا على بعض الأقوال، وإنما هذا خاص بالكلب، الحكم هذا الغسل 7 مرات خاص بالكلب، أما غيره لا، الحمار مثلا والذئب، أو لو شرب من الماء فإنه لا يغسل الإناء 7 مرات، ولا، إنما هذا خاص في الكلب. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، طبعا إناء أحدكم أي إناء، ليس مقصود المسلم ولا غير المسلم، إنما هذا من باب يعني ليس قيدا، وإنما هذه كما يقول العلماء الإضافة غير مقصودة، الإضافة غير مقصودة، إناء أحدكم، لا أي إناء، فليغسله 7، أولاهن بالتراب، وجاء إحداهن بالتراب، وقال عفروا ثابت، يعني جاء عدة روايات، أولاهن، إحداهن، أخراهن، الثامنة بالتراب، كلها جاءت وصحها وأرجحها أولاهن، وهي أيضا أكثر يعني إفادة، أولاهن بالتراب. فالمقصود أن الكلب إذا ولغ في الإناء، بمعنى أنه شرب منه، فيغسل الإناء 7 مرات، وقالوا إن الماء ينجس أيضا، الماء يهرق، الماء ينجس، لأن الكلب نجس، ولعابه نجس، وعرقه نجس، وهذا على قول الراجح، ولا بعض العلماء يقول أنه ليس نجسا، بعضهم في مذهب مالك أنه ليس نجسا، فنغسله 7، لكن العدد متفق عليه، لكن هل يجب؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، ليس وجوب الغسل 7، لكن ألا يظهر أنه واجب، يعني قال فليغسله هو اللام لام الأمر، وأصف الأمر أنه للوجوب، ولا بد من 7، وهذا خاص بالكلب. بعضهم ألحق الخنزير لا، لكن الصحيح أنه خاص بالكلب. أولهن بالتراب، أولهن بالتراب. والطريقة قد يكون يضع التراب أولا ثم يسكب عليه الماء، أو بالعكس الماء ثم التراب، أو يخلطها في الخارج ثم يغسلها، أي طريقة، أي طريقة من الطرق صحيحة. يضع التراب في الإناء ثم يسكب عليه الماء، أو يضع الماء أولا ثم التراب، أو يخلطها في الخارج ثم يسكبها في الإناء، كل هذا طرق صحيحة، كل هذه طرق صحيحة. أيضا كما قلنا هذا خاص بالكلب، وبعضهم استثنى الكلب المرخص فيه، وهذا خاص عند مالك رحمه الله، أن الكلب المرخص فيه ككلب الزراعة
أو كبحراسة أو كبالصيد، قال لا هذا لا يغسل لأن هذا شاق يشق لأن دائما عايش معهم وكل شيء، فما في مشقة. لكن اللي يظهر أن الحديث عام لم يستثني شيئا، فلأن معلوم أن 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 الشرع رخص في ثلاثة في ثلاثة أنواع من الكلاب، كلب الحراسة وكلب الماشية وهو حراسة، وكلب الصيد وكلب الزراعة. هذه مرخص للنساء أن يقتني الكلب إذا كان يحتاجه. والغسل بالتراب خاص بالكلب، ويقال أنه فعلا لعاب الكلب فيه يعني ميكروبات أو جراثيم خاصة لا يزيلها إلا التراب. ويقال إنه يعني في جامعة كيرلا في الهند أنهم يعني فعلا رأوا يعني ميكروبات في 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 فعلا في أثر الكلاب، وحاولوا أن يزيلوها بمزيلات ومطهرات بمعقمات ولم تتأثر، بقيت حية. فقد يتصلوا بأحد المسلمين أو كان معهم مسلم أو نحو ذلك، فقال لهم إنه في عند المسلمين أنه يغسل بالتراب، أنه يغسل بالتراب، وفل بيقول غسل بالتراب فهلكت، غسل بالتراب فماتت هذه المادة، هي ميكروبات أو جراثيم لا أدري، لكنها زالت. على كل حال بقدر يعني أحب أن أقول لكم، سواء عرفت الحكمة ولا فيها، يعني هذا يعني مما يعني عليه أهل الإسلام وأهل الإيمان أن 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 أننا نؤمن إيمانا جازما بما جاء في ديننا من كتاب ربنا وصح من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. قطعا أن هناك سر، أن هناك سرا في هذا الموضوع قد يدلنا الله عليه في علومنا في معارفنا في مختبراتنا، وقد لا نعرفه. لكن حينما خص الكلب بهذا لابد أن هناك سرا قد نعرفه الآن، قد نعرفه المستقبل، وقد لا نعرفه، لكننا نؤمن إيمانا جازما أنه لابد منه وأنه مفيد فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذباب فليغمسه، ما قال ذا في غيره، ثم قال فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء، فهذا خاص، ولم يقل ذلك في غيره من الحيوانات ولا من الطيور ولا من الحشرات. فإذا وقع الذباب في أحدكم فليغمسه، وصرح قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هذا صرح في العلة. المقصود أنه ما جاء به الشرع وصح فإننا نؤمن به إيمانا جازما، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف، عرفنا العلة أو لم نعرف. لكن قطعا في علة في حكمة، لكن قد يطلعنا الله عليها وقد يؤخرها وقد تتبين فيما بعد، كما تبين أمور كثيرة في الوقت الحاضر كثير تتبين. وبالفعل قد يكون في 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 لعاب الكلب أشياء لا يزيلها إلا التراب. إذا سرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إذا لابد من سبع، أولى هنا بالتراب، وهذا هو الأولى أن تكون في الأولى، وهذا هو الراجع، هي الروايه الراجعة. وإلا كما قلنا في بعض أخرهن، بعضها إحداهن، وفي بعضها وعفروه الثامن بالتراب كما يأتي معنا في الرواية الثانية في رواية عبد الله المغفل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء، كما قلنا الولوغ هو الشرب، شرب الكلب ولوغ لأنه في شربه يحرك لسانه، فاغسلوه سبعا وعفروه. التعفير هو التمريغ، التعفير عفروه يعني مرغوه، والعفر
هو وجه الأرض أو وجه التراب، هو اسم عفر، وما اسم الأرض العفر. عفروه يعني تربوه، يعني مرغوه بالتراب، اخلطوه خلطا. التمريغ معروف أنه فيه نوع من المبالغة، عفر، التشديد هذا يفيد التضعيف، يفيد زيادة العمل. معفروا الثامنة، لكن الأولى أرجح، الأولى أرجح، أو الثامنة بمعنى أنها هي سبع، ولكن الثامنة هي التراب، يعني ولا 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 يعني بمعنى أنها ليس المراد العدد أن الثامنة الأخيرة، لا، إنما هي تكون ثامنة وإن كانت أولى. المقصود أن الكلب إذا ولغ في الإناء شرب منه فإن الإناء يغسل سبعا ويتنجس، لأن لعابه نجس، الكلب نجس، عرقه نجس، ونجاسته عينية، نجاسته عينية. والماء يراق طبعا، إذا كان في إناء يراق، ما يستعمل، لكن يغسل الإناء كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات، يغسل سبع مرات وتكون الأولى بالتراب. وكما قلنا الأصل فيه أنه عام في جميع الكلاب، وقلنا الإمام مالك استثنى الكلاب التي أذن فيها، فيقول ما دام أن الشرع أذن فيها فلا بد أن يخفف الحكم فيها، لأنه يعم بها الابتلاء. ما دام أنها عندهم كلب مأذون فيه كحراسة الغنم وحراسة الماشية أو حراسة الزرع أو للصيد، فيكون عندهم دائما فيبتلون به. فالإمام مالك رحمه الله يقول إنه أن الكلاب المأذون فيها هذه ليست مقصودة في الحكم، وإنما هذه الكلاب السباع الضارية والكلاب البرية والكلاب غير المستأنسة أو غير المأذون فيها، لكن الظاهر لأنه يشمل الجميع، أنه يشمل الجميع. والله أعلم، صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم.